الواقع الشيء اللي بدنا ناخده هلا هو المهم بالشغل. رح وحد اللون بس مشان هذول. الفكره هلا بدنا نعملها هي تفاصيل البابات البيفر بروفايل. هاي بدنا نعرف بالضبط كيف بدنا نعمل. ما بدنا ناخذ مشروع بسيط نحن، تفاصيل البابات هون معقده. يعني شايفين كم نوع عنا؟ عندي نوع من هون ونوع هون ونوع مثلا فيه زخرفه هون. فهي كلها يعني بحيث انه تتكون فكره عامه عن الشغل. في شيء ما قلته هو موضوع الكورنيش فوق، هاي كمان بدنا نعرف تعملها انا من قلب الجسم ولا فوقه مشان الارتفاع العلوي فوق. انا راح اعملها فوق الجسم عباره عن قطعه عن طريق السويب. طيب بدنا نشوف اول شيء نحن البابات اللي عندنا، يعني مين اللي اخذ نفس القوس نفس الشكل. فعندي هدول اللي على اليمين كلهم، وعندنا معهم اللي على اليسار، هاي واللي تحتها اللي ورا الكراسي، هدول اخذين شكل ثاني وهي اخذت شكل ثاني. هدول بدي اشتغل فيهم بالاساس لحال. رح اخذ الكتله اللي عم نشتغل فيها اللي هي هاي، اعملهم الت كيو يمكن اوضح الشغل هيك اوضح. رح ناخذ هون البوليجون. اول شيء بدي احدد الاسطح كلها ونعمل لها انسيت مشان نحدد فراغات البابات اللي عندنا. هي اف 2 انا هذا اللي فعلته هلا، تمام. رح اعطيه هون انسيت، طبعا بنعطيه هون باي بوليجون. فالفراغات صارت موجوده عندي هون، ما ببالغ فيها كثير، يمكن 0.5 او اكثر شوي، يعني على 1 سم عليه هيك شيء. رح اعطي 0.8، شيء كثير خفيف يكون. هلا الفكره اللي بدنا اياها انه انا بدي امر يحول لي هدول الاشكال لخطوط لشيبس. اول شيء بدي اعمله هو الامر موجود بالادج، شيء اسمه create shape from selection. من اسمه create shape from selection، يعني التحديد رح حوليها لشو؟ لشيب. قادر انا اعمل فيه بيفل بروفايل، اعمل فيه اكسترود. هلا انا محدد البوليجون، شلون بدي احدد اطاراته؟ شفتوا ايدج، هاي الاطارات حددت هون. بعدها رح ناخذ هون شيء اسمه create shape from selection linear. اوكي، في عنا اختصار حلو رح نضيفهم كمان، هو شيء اسمه shift وجي، اختصار لشيء اسمه هايد جيومتري. يعني كل شيء 3 دي شو اعمل له؟ اخفي لي اياه وخلي لي البقيه. وفي عنا اختصار ثاني شيء اسمه هايد شيبس. اذا اخذنا هون شويه اباريق شاي واخذنا دوائر، اذا قلت له هون شيفت جي خفاله كل شيء جيومتري، كل شيء 3 دي. بدنا ننتبه هون انه انا لما عم ارسم انه انا خافيه شيفت واس خفاله كل شيء شيبس، تمام. وفي عنا بالمستقبل شيفت ال اخفاء الاضاءات لايتس، شيفت سي اخفاء الكاميرات عندما شاهد فيه كاميرات كثير. هذا المهمات كثير ضيفهم لمعلوماتكم. طبعا انا هلا اذا عملت شيفت جي فالشكل اللي صار معي هو هذا. طبعا هذول بربكم هلا بكل بساطه اخذنا خط وعملنا بفل بروفايل لو كان الشكل عادي، الموضوع كثير بسيط يعني. فتقريبا الموضوع انتهى كموضوع التفاصيل. عندنا هون الشكل معقد اكثر، فبده شويه شغل. احيانا بتواجهنا مشاكل كثير متي بالماكس، يعني مثلا طبعا انا هون لازم افرق اول شيء اشكال البابات، هدول عندي اياهم هون غير هدوليك. فشو رح نعمل لهم؟ فصلنا هون على الجسم ديتاتش. اوكي، صار عندي هلا هدول لحال، نعطيهم لون ثاني هدول لحال ماشي. هلا اذا اخذنا هدول هون في شغله كثير سيئة بالماكس، انه مثلا اجيت هون اخذت اكسترود، شوفوا الاكسترود شلون عم يصير، يعني ما عم على نفس المستوى، عم ياخدهم على سطح ثاني. متخيل الشيبس انه المحور تبعهم لفوق ما لهون. هاي شغلة كتير سيئة بصراحة، ما لقيت لها حل. فنحن اللي ممكن نعمله هلا، انا هون اذا اخذنا قصدك الهيراركي افكت بيفوت اونلي، هون كان عندنا اللون، رح نجرب. انا بتذكر مجربة اذا زبطت اخذنا حوالي 90. وفي عنا تخويتي يعني مشغلة على الماكس ما راح يخلص. انا عكستها، ايه يعني عكس بيها. هاي هلا الشيء اللي بدنا نعمله احنا، رح ناخذ ال شيفت جي، رح ارجع الغي الاكسترود منها، هي الاكسترود شيفت جي.
فبس دقيقة شوي، انا رح افصل كل جهة لحال اول شيء، هاخد سبلاين، اخذت هذول لحال وبنعمل لون ديتاتش، فصلتهم، بدي افصل بس كل واجهة لحال وهذول ديتاتش. هلا هذول بناخذهم من قلب الجسم، بناخذ سبلاين حددناهم كلهم وراح اعمل لهم روتيت، بس ما بعمل لهم روتيت هيك على المجموعة حوالي 90 درجة، بس الفكرة كلها انه منين اخذهم انا؟ من قلب الجسم ما براته، عملنا روتيت 90 درجة، فأنا هيك هلا بكون غيرت المحور، بنرجع بناخذهم هيك، رح ارجع المحور على النص بس سنتر تو اوبجكت، وهون بنرجع 90 درجة، فأنا هلا هون ماي لاك شغلة، فأنا هون إذا أخذت لهم اكسترود شفت جي تمام؟ صار اكسترود معنا تمام، بنطبقهم على سناب ما في مشكلة. نفس الحكي رح طبقه لهدول، هاي شغلات مأتي بالماكس بصراحة، وأحيانا الواحد بتواجهه يعني ما بيلاقي لها حل. 90 درجة طلعت برات الجسم، بنرجع 90 تمام؟ رح أرجع شيفت جي، رح طبقهم بمكانهم على السناب، على الزد، الغي سناب اكس واي، هاي النقطة رح تجي هون، شيل اف 8 كمان تمام هيك، وبقيان نطبق هدول كمان شيفت جي تمام. بنرجع بنعمل لهم التاتش، اتأكد من شغلة يمكن هلا كمان جي. بنشتغل بكل واجهة لحال، بس هاي كمان من المشاكل اللي بتصير. بنرجع بنحدد، لغينا الاكسترود، فرح اعمل كنترول زد عن الاتاتش، ونخلي هاي الواجهة نقدر ناخذها هلا بالضبط على سناب مع هذول. على العموم هلا هاي زبطت معي موضوع الاكسترود. الخطوة اللي بعدها اللي لازم نعملها هي انه انا بدي اعمل اول شيء اطار خارجي اللي هو رح ياخذ هذا الشكل، هذا بدنا نعمل له اكسترود ونعمل له تشامفر لزوايا تمام، وبالاضافة لإله شو بدنا نعمل؟ اطار داخلي مشان اعمل له بيفل بروفايل ويعطيني النفرة هاي الموجودة بقلب الخشب. فمثل ما حكينا عبارة عن اطارين هيك بده يصير الشغل. هون رح يكون عنا ثلاثة، بدي الواحد الفوقاني والجواني، وعنا الإطار الداخلي، هون أولو معنا هاي النفرة، فممكن أعمل عن طريق زخرفي. رح ناخد هون سبلاين حددناهم كلهم، طبعا رح أرجع هون على الأوتلاين، رح أعطيه حوالي 8 سنت ناقص 8 سنت ثمانية، أنا مدخله ناقص ثمانية، أعطيه 8 سم، يمكن الإطار سميك شوي خليها 6، هي أعطاني الإطار الجواني تمام. الشيء اللي بعده بدي أعمله إنه أنا بدي أعملها هاي قوس، كيف بدي أعملها قوس؟ بنضيف نقطة بالنص بالضبط وبنغير شو؟ نوعها، الفلت إجباري بده يطلع قوس كبير، أنا بدي أتحكم بإرتفاعه. ماشي، قبل ما اكمل هالشغل هذا طبعا بدي انظف الشكل، لما يكون عندي هيك نقاط هاي كلها بدنا نلغيها، فبنحددها حذف النقاط عادي ديليت، منتبه كمان ما احذف نقطة لازمة، لأنه هدول كل ما بدي أعمل هلا انسيت أو أوتلاين أو أي أمر رح يطلع معنا. تأكد في شيء تاني هون عنا تمام هيك. بعدها رح ناخذ السيجمنت رح حددهم كلهم، بدي اضيف نقطة بالنص، انا عندي حالتين لحتى اضيفها او طريقتين، عن طريق الديفايد ممكن واحد، اذا كبستها هون حددتهم كلهم فورا ضف لي نقطة بالنص، او من الريفاين بالضبط سناب ريفاين ممكن اخذها من هون، فعلت سناب علمت بوينت ريفاين نقطة نقطة على الماشي، ممكن هيك ممكن هيك، على العموم بحافظ انا الديفايد بيان هون، انتقل على النقاط وحدد الشيء اللي بدي اياه. طبعا انتقل على الليفت،
رح نحدد هذول الاطراف نحن بدنا اياهم وننزلهم لتحت شوي. عنا هذول وعنا هذول. وعنا مبيعة يسارا. بلاحظوا هلا هون انا مجرد ما حركت كلهم رح يمشوا معي بنفس الخط على الضبط. بينما لو كنت بالاصل عامل كل واحد لحال صار كتير صعب اني انا بدي ارجع اطبقهم على سناب. ممكن انا اعمل هون اخذ على الارقام كمان على حسب هاي مشان اذا بدي طبقها لشيء تاني. على الواي ناقص 6 سم مثلا، هي ناقص 6 فك حددت القوس تماما شو قد بده يطلع معي. بنرجع بقيان اخذ هدول النقاط وشو اعطيهم سموث او بزيادة اذا بدي احدد القوس. بنجرب سموث اول شيء، كل وحده رح تعطينا شكل فكره. هي شكل سموث. السموث اذا ملاحظين في عندي هون تقاعر بتطلع لانه هدول نوعا بيكون عاده بزير او كورنر. ممكن هيك وممكن اخذها بزير، بس شفتوا الفرق اطراف هون القوس بيطلع معي انسيابي بينما السموث تبعته كيف في تقاعر بسيط، اذا زدتها اكثر ببين اكثر. هذا الفرق بيناتهم، مجرد انا ما انقل على البزير طلع معي الشكل تمام. طيب القوس ما عجبني بدي قويه اكثر، باخذ السكيل وانا محدد الكل. طبعا الكل وكل مين على مركزه، بينما لو كنت اخذهم هيك شو كان صار معي؟ برجع لهون بقول له يوز كل مين على مركزه وهيك بقدر اتحكم بشكل القوس بدي اضيق ولا اسمع. هلا هون مشكلتها بس انه مثلا هاي لما بدي طبق على بابي ثاني صار هون بدي يعني على التجريب نوعا ما ما اطلع معي بالدقة الكبيرة لأنه ما في عندي أرقام هون. إذا بتكون عن طريق الأرقام من هون نعطي 120% مثلا يعني. إذا كتير بدنا نشتغل شغل التقوى يعني. فهيك طلع معي البابات كلهم بهالشكل هذا. نفس الحكي رح نطبقه هون سبلاين. رح نرجع لهون ونقول له أوتلاين 6 تمام. بنرجع على الايدج اخذنا هدول التنتين وراح اعطي ديفايد واحد. اخذنا هدول النقاط نزلناهم على الزد ناقص 6 سم واخذنا هدول النقاط اعطيناهم بزيير. طيب طلع معي هيك بكل بساطه. كمان برجع على السلكشن سنتر وبعمل لهم روتيت على خط مستقيم يعني مثل ما تكون هون بده يبقى على النظر شوي يحدد انحناء القوس. طب خلصت انا هلا من هون، هي اول طبقه صارت معي، هي اذا عملت لها اكسترود هلا رح تعطيني اين طبقه؟ شفت جي؟ شفت اين طبقه رح تعطيني؟ بدي وحده ثانيه هي تكون طبقه جوانيه، فرح اخذ من هون السبلاين. حددنا الطبقات الجوانيه اللي هن هدول. البرانيات الاكسترود او البيفل بكفل لهم، بس الجوانيات بدهم بيفل بروفايل. شو رح نعمل لهم؟ لا ما اوتلاين، بدي جسم ثاني انا. ديتاتش بس هون رح اختار الكوبي مشان اعمل له منه النسخه. فعل الكوبي هلا صار يعمل نسخه لجسم ثاني. اوكي، فانا هلا صار معي هذا الجسم شايفينه وهذا الجسم. نفس الحكي رح نعمله هون رقم 3 الجواني رح نعمله ديتاتش كوبي. اوكي، يفضل على فكره كان نسميهم انه اطار خارجي واطار داخلي مشان سهوله التحديد يعني. هلا هيك صارت الامور معنا جاهزه. البقيان نعمله ان انا اعمل اكسترود لهذا الشكل، اعمل شو كان اسمه بيفل بروفايل للشكل الجواني وتقريبا بصير المطبخ معنا جاهز. بيبقى موضوع النسب هون كتير له دور. نشوف النسب هون احلى طلعت من اللي عندي انا. هون اعتمدت على الارقام شوي، ممكن نعدل طبعا هلا ولو انه كان لازم قبل، بس ممكن يعني قدر الامكان نحاول نظبطهم شوي. في اسئله لهون؟